عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم غادي نوجدو الحلوة الأفغانية، وهي حلوة البكلافا بالبيستاش. هاد الحلوة جد بسيطة وسهلة، وغادي نشوفو المكونات والمقادير اللي نحتاجو. هنا غادي نحتاجو الفيلو بيستري، كناخدو دائما من المحلات العربية، ويمكن لك تصاغ به في الدار. انا كناخذ واجد. هنا عندنا جوج كيسان ديال البيستاش مطحونين، وعندي كذلك كاس ديال السنيده، ونصف ملعقه صغيره ديال حبه الهيل مطحونه، وكذلك شويه ديال البيستاش باش غادي نزينو البقلافا في الاخير. وعندي هنايا 4 كاب ديال ونصف كاب ديال الزبدة اللي ذوبتها من قبل، وكذلك السيروب اللي غادي نفرغوا عليها صاغبته انا من قبل. كيحتاج جوج ديال الكيسان ديال الماء مع كاس ديال السنيده، وغادي نخليهم على نار لمدة 10 دقائق ونزولوهم الوغ بالنسبة للمرحلة الأولى كنخلطو غير المكونات الجافة اللي منها البيستاش والسكر والسنيدة وحبة الهيل المطحونة، ونخليهم على جانب. غادي ناخدو اللاطة او التبصيل ديال الزاج اللي خاص بالفرن. انا خديت التبصيل ديال الزاج وندهنوه بالزبدة كما كتشوفو، وفي البلاصة او في المكان ديال العمل غادي ناخد جوج ديال الورقات او تو شيت او فيلو بيستري، وتما باقي غادي نغطيه بالمنديل باش ما تتقصى، يعني باش ما تيبسلناش داك الورقه. غادي ندهنوا هاد الورقه بالزبده مزيان، ونزيدو عاوتاني نحطوا ورقات اخرين او ورقه واحده من الفوق عليها، ومن بعد ما نحطوها غادي ندهنوها كذلك بالزبده. وغادي ناخذ مقدار ديال جوج حتى ثلاثة ديال المعالق ديال المسحوق البيستاش مع السكر وحبه الهيل المطحونه، غادي نلويو هاد الورقه على هاد الشكل حتى نحصلو على رول، وغادي نلويها غير بيدينا. ومن بعد ما لوينا هاد الورقه على شكل رول، غادي ناخدو غادي نوضعوها في اللاطه اللي غادي تدخل الفرن على هاد الشكل هذا، وغادي نستمروا حتى نكملوا هذوك الورقات ديال الفيلو بيستري، ونعمروا اللاطة ديال الفرن كما كتشوفوا. ومن بعد غادي ناخذوا ونقطعوا هاد الرول قطع صغيره باش تجينا ساهله باش نخرجوها من الفرن. وغادي نجيبو الزبده تما باقي ديال الزبده اللي دايبه لنا، غادي ندهنو السطح ديال البقلافا. وانا ديجا راه حطيت الفرن او شعلت الفرن على درجه حراره 350. غادي ندخلو البقلافا الفرن لمده 30 حتى 45 دقيقه حتى نشوفوها تحمرات من الفوق.
من بعد ما طبنا البقلاوه كناخذوا داك السيروب اللي انا ديجا صاغبته، قلت لكم جوج كيسان ديال الماء مع كاس ديال سنيده، وغليتهم لمده 10 دقائق وحيدتهم على النار وخليتهم على جانب. كنفرغوا داك السيروب على البقلاوه ما حدها سخونه، وكناخذوا شويه ديال البيستاش وكنزوقوا به البقلاوه. فوالا، هذا هو الفيديو ديال افغاني بقلاوه ويد بيستاشيو. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وكنتمنى كذلك ان جميع الوصفات ديال امل كيتشن تكون كتعجبكم. وما تنساوش وما تبخلوناش بالتعليقات ديالكم، وكذلك ما تنساوش المشاركه من جديد في قناه امل كيتشن. I hope you guys like the video. Don't forget to subscribe, like, spread love, and share. Thank you. Bye.